بسم الله الرحمن الرحيم. يستقبل نهاية هذا الأسبوع نحو المليار ونصف المليار مسلم حول العالم قدوم شهر رمضان المبارك، فمبارك عليكم جميعا وتقبل الله منكم الصيام والقيام وصالحات الأعمال. خلال هذه الأيام أصيب عدد كبير من الأشخاص بهذا المرض، وكذلك توفي مجموعة من الأشخاص، فعلينا الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية خلال هذا الشهر الفضيل. وكما هو معلوم تعودنا على القيام بالشعائر رمضان المبارك في السنوات الماضية بنمط معين، ولكن مع هذا المرض علينا أن نتعود على نمط جديد لم نتعود عليه سابقا من حيث أداء الشعائر. علينا الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية والتي بإذن الله ستساعدنا جميعا في التحكم بهذا المرض. كما هو معلوم يوجد تساؤل بين الأشخاص الأصحاء حول الصيام والإصابة بهذا المرض، ولكن لا يوجد دليل علمي حول هذا، فننصح الأصحاء صيام الشهر كما تعودوا عليه في السنوات الماضية. كما هو معلوم كذلك خلال هذا الشهر الفضيل يوجد فيه الكثير من التجمعات والقيام بالكثير من الشعائر الدينية في مجموعات، ولكن كما ذكرت يعني نحن نتعامل مع هذا الشهر الفضيل في عالم جديد مختلف تماما مع وجود هذه الجائحة. علينا الالتزام بالتباعد البدني، علينا أن نكون بنائين وخلاقين في اتباع هذه العادات من حيث التواصل مع الأقارب والأرحام، من حيث مد يد العون والمساعدة للمحتاجين من الفقراء، سواء في تقديم الإفطار أو وجبات السحور كذلك. علينا أن ندعو الله ونتضرع خلال هذا الشهر الفضيل أن يرفع هذا الوباء عن العالم أجمع، ويوفقنا جميعا في التعامل معه بكل نجاح واقتدار بإذن الله.